أكد السيد عبد الرحيم نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي السابق على أهمية التركيز على إعادة هيكلة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كونها تمتلك نسبة كبيرة من السجلات التجارية الموجودة في غرفة تجارة وصناعة البحرين، حيث يعد الاهتمام بهذه المؤسسات ضرورة مرحلية في إطار مراحل النمو والتطور الاقتصادي، مضيفا أن دعم تلك المؤسسات ومعالجة التحديات والعقبات التي تواجهها يساهم في نمو الاقتصاد الوطني. نركز على موضوع اللي هو إمكانية وإعادة هيكلة الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خاصة بأن عدد المسجلين في السجل في وزارة التجارة، السجل التجاري وغرفة التجارة يمثلون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من حوالي 80%، وأنا أعتقد بأن المرحلة الحالية مرحلة المرحلة الاقتصادية اللي نمر فيها تحتاج إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتركيز على موضوع إعادة هيكلة هذه المؤسسات، خاصة منها المؤسسات التي تحتاج إلى الدعم والمساندة. وأعتقد بأن الوضع التجاري والاقتصادي في البحرين يعطي دفعة كبيرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال غرفة تجارة وصناعة البحرين ومن خلال الجمعية البحرينية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهذا يكون من خلال برامج معدة مع المؤسسات الدولية والاستفادة من تجاربها، لأن إعادة هيكلة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعلق عليها أهمية، وهاي المباني بيتم استخدامها من قبل. أكد أحمد الخطيب الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في إكسبو دبي 2020 الانتهاء بالكامل من البنية التحتية لاستقبال المعرض التجاري العالمي الذي يقام للمرة الأولى في المنطقة، وأعلن الخطيب إنجاز 86 مبنى في موقع إكسبو 2020 مع الانتهاء من بناء المناطق الرئيسية الثلاث، وأشار إلى إعلان سابق بالعام 2017 بجعل المنطقة مدينة جديدة باسم ديستريكت 2020 لاستضافة العقول والابتكارات والمشاريع المتوسطة والصغيرة. قال السفير الصيني لدى الولايات المتحدة إن واشنطن قامت مرارا بتغيير مواقفها فجأة وأفشلت اتفاقات كان من شأنها إنهاء النزاع التجاري بين البلدين، وندد السفير سوي تيان كاي بالدوافع السياسية لقرار البيت الأبيض بمنع نقل أو بيع التكنولوجيا الأمريكية لشركة هواوي. وأوضح السفير أن الصين تبقى على استعداد لمواصلة المحادثات مع زملائها الأمريكيين للتوصل إلى نتيجة. إلى ذلك حضت عدد من أكبر شركات صناعة الأحذية في العالم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إنهاء الحرب التجارية مع الصين، ووقعت 173 شركة من بينها نايكي وأديداس رسالة تقول إن قرار ترامب رفع الضرائب والتعريفات الجمركية على واردات بلاده من الصين سيؤثر على الطبقة العاملة. وتقول الشركات إن معدل الرسوم الأمريكية على الأحذية هو 11.3%، ولكنها قد تصل إلى 67.5%.